الصورة اللي بعدها ده مخطوط، ده مخطوط باللغة العربية. برضو المتحف القبطي بيسخر بالعديد من المخطوطات اللي بترجع للقرن الرابع إلى القرن 19 الميلادي. المخطوطات في المتحف القبطي كتبت باللغات اليونانية والعبرية والعربية، وكانت بتكتب على الرق أو البردي أو الأخشاب أو العاج أو العظم. المخطوط دوت بيوضح قصة ظهور النجم للمجوس وإرشادهم لمكان الطفل يسوع. يعني ظهر لهم، خدوا وقت قد إيه لغاية بالضبط القصة نفسها. طيب دي الصورة، دي مبخرة من البرونز برضو. دي بقى بنوضح فيها اللي هي معنى الهدية، اللي هي البخور أو اللبان. دي بقى بتشير إلى اللبان. البخور ده نوع من اللبان، نوع من أنواع البخور، وكان بيستخدم في الكهنوت. فده إشارة إن سيد المسيح كاهن. دي من القرن الكام برضو؟ المعادن عموما من القرن الثالث إلى القرن 19 الميلادي، من الثالث للتسعتاشر يعني. طيب أنا في صورة للسيد المسيح دي اللي هو بلبس الأسقفية، بلبس الكهنوت برضو. بلبس الكهنوت برضو، دي ليها رمزية ومش متداولة الصورة زي دي خالص يعني. بالضبط، احنا ذكرنا فكرة الأيقونة وعرفنا معنى كلمة الأيقونة، فهنا بتصور السيد المسيح وهو بلبس الكهنوت على ان هو جاي ككاهن. كاهن، اللبس بتاع الكاهن اللي بيحمل الكتاب او البشاره في ايده، الصليب او اللي هي الصليب اللي في الوسط او اللي في النص دوت، والتاج بتاع الكاهن. فدي برضو بتشير إلى كهنوت السيد المسيح، اللي هي برضو البخور، البخور اللي هو قدموه برضو المجوس. احنا يعني مش كل، يعني كل رمزية بتحمل كذا قطعة، بالظبط، مش مثلا قطعة واحدة بتحمل الرمزية. فالبخور مع لبس الكهنوت ده بيرمز إلى يعني الكهنوت. عندنا الشورية أو المبخرة دي اللي احنا شفناها، تمام، صح، من المعدن، وصورة السيد المسيح بلبس الكهنوت، الكاهن الأعظم يرتدي الكاهن عشان تقول الكاهن الأعظم، تمام. طيب الصورة دي بتاعة ست العذراء، دي بقى الملك، عشان بتصور التاج اللي على السيد المسيح. فدي بتشير إلى الملك، ما هو كملك على الأرض. أيوة، يمكن صورة الست العذراء شايلة السيد المسيح في طفولته، ليها أشكال كتير يعني، بس الهيئة دي أو الشكل ده أكتر حاجة متعرفة. ساعات بتصور السيدة العذراء مع سيد المسيح وهو طفل مش لابس، ما فيش على راسه الهالة، الهالة بتاعت الملك. فدي بتصور الهالة بتاعت الملك مثلا، هو والسيدة العذراء، فدي برضو بتشير إلى أن هو ملك، الملك على الأرض. كل المقتنيات بتعبر أو ليها علاقة بقصة الكريسماس، بقصة الميلاد، الهدايا اللي تقدمت، والهدايا اللي هي الذهب لبان مر. الذهب ده للملك، لأن دايما الذهب كان بيقدم للملوك، أو هو يعني الهدية القيمة اللي كان بيقدمها الملوك في ذلك الوقت. أيوة. فدي فكرة الذهب إن هو ملك. أنا لما باجي أعمل مثلا فكرة أو هعمل برنامج أو هعمل حاجة، بعمل كده ستوري بورد للحاجة، بعملها هعمل إيه وده الهدف منه إيه، بالزبط، لغاية ما أخرج بالفكرة كاملة. بالزبط. بيحصل كده في المتحف، عشان مثلا أنا عندي معرض مؤقت ومعرض أثري مهم، فلازم أحط له الفكرة واختار كل حاجة بعناية لتخدم الفكرة دي. أكيد، ما هو ده فعلا اللي قسم المعارض عمله أو نظمه في المتحف، إن إحنا قلنا إحنا بنتناول السنة دي أو العيد ده فكرة الهدايا. فإحنا اخترنا المقتنيات الأثرية اللي في المتحف اللي بتناسب هدية كل واحد من المجوس. يعني الذهب اخترنا اللي هو الملك كملك، فجبنا الإشارة بهالة الملك. في برضو دلاية برضو من البرونز، تمام، بتوضح بشارة الملاك للسيدة العذراء، برضو من ضمن المقتنيات. اخترنا المبخرة والرداء بتاع السيد المسيح ككاهن، ده على الكهنوت. اخترنا برضو المر، رمز الألم اللي تعرض ليه السيد المسيح، اللي هو الصليب اللي هو معروض حاليا، اللي هو صليب من الخشب بيوضح الصلب يعني، فده الألم أو المر اللي شافه السيد المسيح على الأرض. كل المقتنيات بتخدم الفكرة، بتخدم فكرة المعرض اللي هو هدايا وحكاية. يعني كل هدية ليها حكاية. أو ليها رمزية معينة. وأنا أعتقد أن الفكرة دي بتوصل قصة الميلاد بشكل مختلف. تمام. بتعلم إزاي نختار الهدايا كمان. تمام. مين الأقرب واختار له إيه وإزاي، ولازم يبقى لها معنى وأنا بقدمها، ويمكن الأطفال كمان بيوصل لهم القصة بشكل مختلف. أيوة.
يعني فيها التفاصيل، فيها التفاصيل دي. ما اقدرش اقول اصل ده اكبر من سنه هبقى احكي له ده، لا 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 لا، كل مره بسط هنا انا بدي كل التفاصيل. الفكره بسيطه يعني، الفكره بسيطه، حاجه ملك يبقى ذهب. أيوة. لان دايما معدن الذهب اغلى حاجه بالزبط. يعني اغلى معدن. الكهنوت اللبان، اللبان ده اللي بنحطه في الشوريا وبيبخر بيه الكاهن اللي هو بنقول عليه البخور، فأي بالزبط. طفل بيروح الكنيسة بيشوف عارف البخور، البخور وأبونا بيمسك الشورية بيحط اللبان دوت بيولع فبيعمل ريحة البخور، والمر طبعا اللي هو رمز الصلب والألم كلنا طبعا المعرض عارفين. المعرض مستمر قد ايه؟ المعرض مستمر لمدة شهر من 25/12 ل 25 يناير. عشان النهارده بنوجه الدعوة لكل سادة المشاهدين ياخدوا كده ولادهم ويروحوا مواعيد المتحف لغاية من 9 ل 5 مساء. أيوه. بس شباك التذاكر يقفل 4:15 أو 4:30 كل الأيام الأسبوع، كل أيام الأسبوع المتحف مفتوح. طب دي دعوة جميلة النهارده ناخد ولادنا ونروح بيهم المتحف القبطي ونشوف الحاجات الحلوة والمعرض الجميل.